مرحبا فيكم في قناتي من جديد. المفروض كنت اليوم أعملكم أكلة على القناة، بس اعذروني مش قادرة، تعبانة شوي، مش قادرة أطبخ. فبدل ما أطبخ قررت أنه أعزم حالي على سلطة برا، مطعم مكسيكي مرتب نظيف كتير حلو عندنا هون في أريزونا. السلطات عنده أنا أكتر إشي بحبها، وفي عنده أكلات تانية، بس اليوم فرجيكم السلطة اللي باخدها وإن شاء الله يعجبكم المطعم. يلا تفضلوا معي. ونصيحة مني إلك، إذا كنت تعبانة أو متضايقة أو حاسة حالك مكتئبة مثلي أنا اليوم، اطلعي من البيت، لا تضلك بالبيت، اطلعي تفسحي، غيري جو، انبسطي، لأنه إذا ضليتك قاعدة بالبيت صدقيني رح تكتئبي أكتر. لما يرجع أولادك من المدرسة رح حياتهم تكون جهنم. فاطلعي روقي حالك، انبسطي، ورجعي على البيت فرش، يعني مثلي أنا اليوم هيني، لا معي حدا ولا الكل مشغول في شغله، أنا لحالي يعني قاعدة. فعازمة حالي على الغداء، ما فيها إشي، لحالي يعني ببسط حالي، وبعدين كمان ماخدة نفسي شوبينج. رح أبكي. طالعة شوبينج. الشوبينج عادي، الوحدة تقدر تطلع شوبينج لحالها، بس إنه تروح على مطعم لحالها هي شوي صعبة، بس مش غلط صدقوني. يلا يلا نروح نتفسح. فأنا دايما لما أحس حالي متضايقة أول شي بعمله طبعا بصلي ركعتين لربنا، وبدعي إنها تكون شدة وتزول إن شاء الله. وبعدين مش غلط إنك تقعدي لحالك هيك وتبكي، ابكي وفشي كل غلك في البكاء، عشان هيك إذا شايفين مخاري صار هالقد وعيوني مورمة فأعرف إنه يعني طلعت كل اللي الغضب اللي جواي وبكيت وخلص ارتحت الحمد لله يعني. بعدين البسي واطلعي وتفسحي وانبسطي وعادي يعني، إن شاء الله بتعدي. فهيك أنا بتعامل مع ال when I feel down، يعني هاي وصفتي إلك. بعرف ليش شكلي حاسة إنه ما كنت مفروض أطلع أعمل فيديو بالمرة، بس يعني this is real life، هاي حياتنا يعني طبيعية، يوم بنكون up يوم بنكون down، وكل واحدة بالعكس يعني. خلينا نتشارك نشوف كيف كل واحدة بتتعامل مع الأوقات الصعبة في حياتها، نساعد بعض ونسلي بعض. نسليتكم على الآخر، أنا جبت لكم الكآبة شكلي. يلا خليكم معي، لا رح أبسطكم إن شاء الله، تعالوا يلا. مش عارفة ليه مش واثقة في نفسي، كل شوية بس أنزل من السيارة بحس حالي هيك سكرت السيارة ونسيت المفاتيح جوا، مع إنه المفاتيح معي في شنطتي، بس عادي بتصير. يلا تشيز على التورتيا. Black beans and the white rice. Yes, ma'am. How much type of meat would you like? I'm sorry? Meat? How about what kind of meat is this? What is this? Shredded beef. We're gonna go with that. Yeah, of course. And then she can help you right there. Can I get hot sauce? The hottest that you have? يب. شوفوا انتوا بتبنوا السلطة تبعتكم،
one is better? Okay, we'll go with that. Sure. We're gonna go with the creamy dressing. Easy on the lettuce. That's way too much. For here, man. شوف الصوص بحطوها على جنب. بدي اروح اعبي لي درينك. خلينا نشوف شو في عندهم من مشروبات. ناخذ كوك. وشوفوا حاطين هون فرجيكم شغله معلش غطيان عشان الواحد اذا ما خلص السلطه تاعته يغطيها وياخذها. انا شكلي ما راح اخلصها كثير كبيره فغطيها واخذها اخذ الباقي معي على البيت. بعدين الدريسنج نفتحها ونصبها عليها. صارت هاي وجبة كاملة جبتهم عشان السلطة هاي ممكن اثنين يتشاركوا فيها بتشبعهم وبزيادة ما شاء الله كتير كمية كبيرة. السلطة مع الدرينك ب 13 دولار بالضبط. فرش وطعم خيالي عن جد هاي سلطتي المفضلة. المحل اللي رايحة عليه اسمه رو 21. هو مثل البوتيك هيك دايما في عنده قطع كتير حلوة.
وحتى الأحذية عند والشنط بتجنن. اللي عايشين في أمريكا ما بعرف بتعرفوا Forever 21 هيك أواعي مثل Forever 21، وأعتقد من نفس الكمبني مش متأكدة أنا. هي اسمه رو 21. أشياء كتير 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 حلوة، إكسسوارات عنده حلوة، في عندهم دائما كليرنس. هاي في قسم رجالي وهناك الإكسسوارات والأحذية والشنط عطور، والقسم النسائي بناتي بيحبوا المحل هذا كتير. طلع بالله البنطلون هذا، يعني في قطعة قماش مش حاطينها فيه، غريب. هودي هذا حلو كتير، ألوانه حلوة. شوفوا ما أحلى شكل التيشيرت هذا، في منه ألوان حلو. وهدول قطع عندهم هون workout clothes، بس هيك dressy workout، مثل شوفوا كيف الصورة اللي لابسها العادة. حلو حلو كتير. القمصان التشيكرد كلهم عليهم تنزيلات، لأنه البارن هذا تاع شتاء شتوي، فمنزلينه كله عليه خصم. شوفوا كيف طريقة عرضهم للملابس الداخلية، حاطينها في باسكتس هيك، كتير حلو مرتب. بس الشغلة انه الواحد اذا بده يدور على مقاسه او على اشي بده يدق ثرو كل هالفايل هذا. شوفوا ما احلى هالشنطة هاي، بتجنن. حلوة حلوة كتير وحجمها حلو، يعني صغيرة بس شكلها بتاخد. شوفوا ما احلى، طلع شو كيف شكله ما احلى، موديله كتير حلو. على الراك هاي كل اللي عليها $3 more workout clothes. طلع هدول لل leggings للجوجينج running، كتير قماشتهم تخينة على فكرة، حلوة حلوة. only $3 بجنن. وهدول كمان شوفوا leggings، بس ماشتهم كتير كتير خميلة. أنا رح أخذ منهم هدول لكنانة، لأنه كنانة من النوع اللي بتقطع بنطلوناتها بتلعب، ودائما ترجع البيت من عند الركب بنطلوناتها مقطعة، فرح أشتري لها مجموعة من هدول حلوين رح يعجبوها. شوفوا هذا الفستان ما أحلى، ماشته كتير حلوة، طويل كم قصير، وشوفوا بس $7. طلع حلو حلو للصيف بجنن. شنط شوفوا هذا القسم كله عليه كليرنس، في اشياء $1 $3 $5 and $7. بيت الكافي مانس هدول كيريز، واللي فوق كانهم عصفور. الاكسسوارات عندهم كثير حلوة، عندهم كولكشن كبيرة، يعني الواحد بس بده يقعد ويتفرج. عندهم كمان كولكشن حلوة من الباك باكس. انا اللي بعرفني بعرف انه دائما بلبس باك باك، انا بحب يكونوا both of my hands free، دائما بشيل باك باكس، الا اذا كانت يعني طلعه رسميه ومطعم واشي بلبس شنطه عاديه، بس لما اكون بدي اعمل شوبينج grocery shopping ركض هيك دائما باك باك في ظهري. شوفهم احلى البوتس الجراي هدول، حلوين كتير.
على فساتين قصيرة كتير حلو شكله. وبهيك رح أنهي فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتم معي في الجولة البسيطة اللي أخذتكم فيها. لا تنسوا الفيديو الجاي رح يكون أكلة كتير كتير طيبة، ورح يكون مزاجي كتير أحسن من هيك. ولا تنسوا تشتركوا تعملوا لايك وتتابعوني في الفيديوهات الجاية. أنا حنان ثابت، بتمنى لكم يوم سعيد جدا. يلا باي باي.